رجعكم تاني بعد الفاصل وانضم لنا يعني فقرتنا التحليليه اتنين من نجومنا الكبار، محلل رومنتادا نجم مصر الكبير ونادي الزمالك كابتن محمد صلاح. كابتن صلاح اهلا بيك. تتعب ازاي حضرتك؟ منور. الله يخليك ده نورك. طبعا نرحب بكابتن الكبير كابتن مصر والنادي الاهلي ومحلل رومنتادا كابتن رمضان السيد، دايما بتنورنا. ربنا يخليك يا محمد. الله يخليك حبيبي. اسمح لي برضه اول بس حاجه بعيدا عن حمام السباحه، اتكلمنا حضرتك لما كنا مع بعض الحلقه اللي فاتت وانت قلت لي انا قابلت معتمد جمال وشدت من ازر معتمد وقلت لازم معتمد ياخد يعني فرصته حتى كامله حتى لو مؤقته. ده اللي حصل. ما هو الاستقرار بيجي منين يا محمد؟ ان انت دايما بتقول المدربين المصريين ما كابتن رمضان عارف ابن النادي و في اي وقت بتاعي وموجود، لا انا عايز اعمل استقرار وعايز اديله اهميه قدام اللعيبه، دي مهمه جدا ان انت اللعيب يعرف ان انت قاعد موسم كامل مثلا او عامل عقد فانت استقريت، مش عارف انك بعد ماتشين ماشي. في ناس في اللعيبه بتلعب على كده، حتى لما غالبا اللي ما بيلعبوش يقول لك ايه ماتشين ويخسر وهيمشي، ده معلش انا هستحمل الماتشين دول ولغايه يمشي وممكن الثاني يجي ما يلعبوش يروح قايل على الثاني، فانت بتدي فرصه للعيبه ان تقعد تتكلم كتير ومفيش استقرار. فانت دلوقتي مهدت للاستقرار وكسبت 4 من 4، فكمل التكمله ليه ايه؟ اعمل له عقد وعايز تمشي في اي وقت تعمله، بس اعمل له عقد يحس ان هو يعني هو ده زي الاجنبي بس مفيش دولارات، في مصري وفي دولار، يعني حتى اوفر خلاص وان الدنيا ماشيه وماشيه وابتدت يعني تعرف اللعيبه شويه او امكانياتها، العلاقه النفسيه اللي بينك وبين اللعيبه بقت يعني على شكل نظيف او شكل جميل، فتكمل ليه تقول لا مؤقت ويمشي واحد اجنبي هيبدا يجي يبدا من الصفر بقى ما يكسب يكون الماتشات خلصت. كابتن رمضان، يعني انا اعتقد ان انت دايما بتنشد الاستقرار والتقدير. طبعا طبعا وبالذات ان هو عمل 4 مباريات فوز و4 مباريات بمستوى عالي والشكل كويس ووظف لعيبته بشكل كويس، لغة التفاهم ما بينه وبين اللعيب، وظف لعيبته بشكل كويس، عمل طريقه لعب تساعد اللعيبه ان هم ينفذوها ويطبقوا حاجه كويسه، عكس الراجل انت بتتكلم في راجل كان بيوظف لعيبه في غير اماكنها وطريقه لعب هو جايبها حاططها في دماغه لازم يطبقها. شوفوا الامكانيات لعيبتك ايه اللي عمله، خلي بالك معتمد ما عملش اكتر من ان هو وظف لعيبته بشكل كويس ونفسيا تعامل مع لعيبته بشكل كويس، جاب اللعيبه اللي هي ما كانتش بتلعب واداها واثبت وجودهم. طب خلاص يبقى دوت ان انا لما بتعاقد معاه ده استقرار فني ليه وللعيبه، اللعيبه تثق فيه وده مهم جدا. خلينا نبدا الاول معانا النهارده طبعا الاهلي وزمالك، الاهلي هيلعب في دوري الابطال، الزمالك في الكونفدراليه الافريقيه. هنبدا معانا الاهلي عنده مباراه مهمه ده كابتن صلاح كابتن رمضان مع شباب بلوجداد الجزائري. الفتره الاخيره ما كانش في رضا تام على اداء المدير الفني للنادي الاهلي وبعض لاعبي النادي الاهلي، وكان في يعني لغط وكلام من الاداره والجماهير ان ده لا يليق بقيمه النادي الاهلي في خسارته بطولتين في شهرين تقريبا، هي البطوله كاس السوبر الافريقي وبطوله الدوري الافريقي في نسخته المقامه لاول مره. شايف الاهلي بكره ممكن يبدا المباراه ازاي؟ ممكن يتعافى ويرجع تاني لشكله وادائه ازاي؟ شوف الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بتوع البطولات يعني لازم ما تجيش تقول لي يتعافى، ان هو عمره ما هيموت. انت فاهمني ازاي؟ يعني ايه؟ الجماهير الاهلي والزمالك غير راضيه تماما عن المكسب بس او الاداء الكويس بس، فهي عايزه مكسب مع اداء. هو الراجل قالك الجماهير النهارده بتكسب بطوله عايزه بكره بطوله تانية، هو دي هي اللي حضرتك قلته عليه. طب ما تجي لي روح امسك اي فرقه تانية. هو جرب كمان جرب الموسم اللي فات لما كسب 5 بطولات الدنيا كانت شكل اتغير طبعا غير، لكن هو ابتدى يعني انا شفت في بعض تصريحاته او في المؤتمرات بقى عصبي ما بيستناش حد يساله حتى، وده نوع من يا اما غرور يا اما غرور يا اما هو يعني مش على الخط يعني مش على الخط موسيماني كده في الاخر. ايوه لسه بنتكلم، هو لسه بنتكلم دلوقتي. صح قلت ايه يا كابتن لسه حالا قلت ايه؟ بقول له زي موسيماني عمل الموسم الاولاني موسم رائع وبعد كده ابتدى يلخبط بيخيبه يا كابتن. ما تفهمش يعني انت بتتكلم ايه؟ كولر الحقيقه عمل موسم ولا اروع من افضل المواسم في تاريخ النادي الاهلي، لكن في شويه حاجات هو حسبها في دماغه ما طلعتش صح، يعني حزبة ان يمشي ناس ومش عارف ايه ويبقى هو بس رقم واحد وان هو اللي واقف على الخط وان هو ما حدش ينطق ما حدش يتكلم ما حدش يقف ما حدش عارف ايه كل الحاجات دي، يعني طب ما كل الحاجات دي كانت مساعداك
كانت عوامل مساعده ليك. اللي هي خليته تنجح يعني. كابتن رمضان لمح لنقطه مهمه جدا، وده يعني هو هي دي بيت القصيد زي ما بيقول، ان هو الراجل عايز يبقى راجل الوان منشور، راجل الاوحد، صاحب القرارات. ممكن انك انت بعد ما تتشبع وبعد ما كنت جعان بطولات وجعان امكانيات، لما تاخد بتجيلك الحاجات دي كلها بتبطر عليها بلغه البلد عندنا، بتبطر على النعمه وبالتالي بتقابل صعوبات. كابتن عباس هو ما خدش بطولات، انا اسف يعني، اعتقد خد بطولتين بس قبل ما يجي الاهلي.